دخل منتخب مصر المرحلة الأخيرة الفاصلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 والتي تجرى في مارس المقبل، وهي المرحلة التي تضع كل جماهير الكرة المصرية آمالاً كبيرة عليها للتأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي. محمد صلاح، وهوبا، الله 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 يا بلدنا، الله الله يا بلدنا، الله الله يا بلدنا، الله يا بلدنا. في الوقت نفسه فاجأ كارلوس كيروش مدرب الفراعنة الجميع بضم وجه جديد للمعسكر الحالي وهو محمد كناريا ليكون بديلا لصانع الألعاب عبد الله السعيد رغم وجود محمد مجدي أفشة. من ناحية أخرى تعود عجلة الدوري للدوران من جديد يوم الخميس المقبل بمواجهات الجولة الرابعة بعد نهاية التوقف الدولي، وهي الجولة التي تشهد مباريات قوية للغاية حيث يلتقي الجريحان الزمالك والإسماعيلي، في حين يصطدم المصري ببيراميدز ويلعب الأهلي مع المقاولون. كل هذه الملفات وغيرها من الأمور الأخرى يتحدث عنها طارق يحيى إيدر الكرة المصرية ونجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في رقم 10 مع كريم رمزي. دي من الحلقات اللي دايما بتبقى محببة جدا إلى قلبي، شخص لطيف رائع جميل، كلامه في الكرة حلو، هو دايما ممتع جدا، صحبته حلوة في حد ذاتها. قبل ما نسمع كلام منه الكلام الحلو اللي في الكرة، الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى. يا كابتن طارق صباح الفل، خطوة عزيزة. صباح الفل يا كيمو، ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك، بالتوفيق دايما ومتألق. يا رب يخليك. وطبعا أنت اللي جميل حبيبي، وأنت اللي صحبتك حلوة حبيبي يا كابتن، وبشكرك طبعا لدعوتك وبشكر كل فريق العمل بتاعك. ده أنت دايما بتشرف وتنور يا كابتن. ربنا الشرف ليا يا حبيبي. عايز أبدأ معاك من منتخب مصر النهاردة. فاجئنا كيروش كناريا. كناريا ايه يا كناريا؟ يعني طبعا كناريا راجل محترم ولاعب محترم بيلعب في سموحه، بس مش من الاسماء المتداوله يعني اللي ممكن تخش المنتخب. قبلها مفاجاه باحمد ياسين لاعب البنك الاهلي، قبلها مفاجاه مجدي قفشه وشريف واستبعادهم، وبعد كده استبعاد زيزو وطارق حامد ورمضان صبحي. كل يوم بمفاجاه عند كيروش والراجل ماشي بشكل كويس. طيب اولا بنبارك لمنتخب مصر طبعا، الجهاز الفني والطبي والاداري وكل اللعيبه وجماهير مصر كلها طبعا على الصعود للمباراه الفاصله لتصفيات كاس العالم باذن الله. ورب ان شاء الله نقع في فرقه ايا يكون اسم الفرقه، احنا فرقه مصر ومنتخب مصر اسم كبير، وما نقدرش نقول والله احنا خايفين من سين او صاد من الفرق، لا، منتخب مصر هو الاكبر هو الافضل هو الاحسن لو اللعيبه في حالتها دي. اول تاني حاجه، هو مش اول مره زي ما انت قلت مستر كيروش يعمل هذا الكلام. مستر كيروش اسم كبير، اسم كبير جدا في عالم التدريب طبعا. درب انديه كبيره، مانشستر يونايتد مع السير اليكس فيرجسون، مع ريال مدريد، فرق كبيره، برتغال كولومبيا، يعني عدد من المنتخبات يعني طبعا. عنده سي في قوي جدا صحيح. وهقول لك على حاجه، كل الناس كانت سعدة جدا وبقرار اللجنه المؤقته اللي بتدير اتحاد الكوره بالاستعانه بكيروش صحيح، لتاريخه كبير. هو صاحب فكر وصاحب رأي وما بينسخش للناس اللي حواليه، مش الجهاز، السوشيال ميديا والكلام ده كله، وأكيد بيوصل له كل حاجة صحيح. ولكن في شوية حاجات، في كومنتس يعني كذا كومنتس كده، لازم أنت كمذيع وأنا كمحلل لازم نتطرق ليها. بمعنى أن أنت عندك النهاردة، انت قلت في سؤالك كريم ان هو عنده اختيارات مختلفة تماما عن الواقع اللي موجود، بمعنى او المتداول المتداول ماشي. انت مثلا في الاول استبعدت قفشة ومحمد شريف في توقيت كان قفشة من افضل اللعيبة في نادي الاهلي صح، وشريف هداف الدوري واستبعدتهم وبعدين رجعت خدتهم تاني اوكي، وبعدين المعسكر الاخير استبعد طارق حامد زيزو ورمضان صبحي، وزيزو من افضل اللاعبين في الدوري من البدايه، وطارق حامد هو طارق حامد يعني طارق حامد يعني انت شفت نص ملعب عامل ازاي في ماتش انجولا، وخبرات لاعب انجولا تصنيف ثالث او رابع فاهمني، وانت عامل ازاي ومتقدمين عليك 2-0 وربنا ستر وعدينا الليله يعني. لكن الحاجات دي كلها تديك مؤشر او تديك انطباع ان الراجل لم يصل الى التشكيله المثلى لمنتخب مصر من وجهه نظره هو، مش نظرنا احنا عارفين مين منتخب مصر. ليه؟ احنا عارفين، يعني انا اقول لك دلوقتي 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1
تيم منتخب مصر ده التيم اللي احنا متعودين عليه. هو عايز يعمل حاجه تنتسب ليه هو. الكلام ده مش هينفع في مباراه الفصل. يعني الكلام اللي بيتعمل دلوقتي ده لا مش هينفع خالص في المباراه الفاصله، وخاصه لو لعب قابلت الجزائر او السنغال. فان يعني انا شايف ان الجزائر والسنغال من اقوى الفرق الموجوده في افريقيا دلوقتي، ومعاهم المغرب. اوكي تونس يعني نيجيريا قويه لكن تقدر تتغلب عليها. صحيح. فانا بكلمك الكلام ده ما ينفعش. تقدير واحترامي له والجهاز الفني، ولكن لابد ان يكون هناك هويه شخصيه لمنتخب مصر. انا مش شايفها. يعني احنا كنا يعني مش احنا، الناس كانت بتلوم على حسام البدري ان مفيش شخصيه مفيش هويه. طب هل في شخصيه في هويه؟ انت انجولا تقدمت عليك 2-0 وانت في افضل حالاتك، انت عامل ماتشين مع ليبيا من افضل ما يمكن، بخاصه الماتش اللي هناك تاني يعني الماتش اللي في ليبيا كان من افضل الماتشات بتاعه كروش. خلي بالك كروش لو كان دي بدايته الماتش اللي فات كان هيعاني معاناه شديده جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو الراجل عنده كمان حاجه غريبه جدا، لما بتيجي تساله في مؤتمر الصحفي مثلا سؤال ما لعبتش فلان ليه؟ ما تكلمنيش عن اثنين لعيبه، كلمني عن منتخب مصر على راسي من فوق. انت لما تيجي تختار لعيب انا مش هلومك، لكن لما تيجي تستبعد لعيب بقيمه وحجم شريف وقفشه وطارق حامد وزيزو ورمضان صبحي لازم اسالك. مش انا كطارق يحيى، انا كصحفي او كان اعلامي. طب ممكن اسالك سؤال يا كابتن في الامر ده؟ انت مدرب ومدرب كبير، انا اسالك عن نتائج ولا اسالك عن اختياراتك للاعبين؟ اشتريت مين وبعت مين؟ انا بكلمك على نادي او منتخب. حلو قوي. انا اسالك بس عن نتائج، والله عملت نتائج سيئه، تعالى بقى انت ليه ما خدتش فلان وفلان وفلان واستبعدت فلان او ضميت فلان وفلان وفلان. جميل. بس اسالك عن نتائج بس. جميل. صح. جميل. رايك ايه؟ هقول لك. انا اتسالت السؤال ده على فكره. عظيم. لما انا جاوبت الاجابه دي اتسالت نفس السؤال اللي انت سالته لي. حافظين احنا معانا. بص لا يعني ما شاء الله. بص يا كيم انت النهارده صلتك بالاعلام لازم تبقى على افضل ما يكون. ارجع لورا من شهرين ثلاثه قبل ما حسام بدري، المشكله حسام بدري كانت ايه؟ مشكلته ايه؟ ان هو فاقد الاتصال مع وسائل الاعلام بشكل كبير، وهم في ناس ضاغطه سي بقى الاسباب ايه؟ ممكن اسمع منك الاجابه دي مره ثانيه، بس ناخد تليفون من شخص مهم جدا. اتفضل. واحد من الاسماء الكبيره جدا لعبت المنتخب مصر بصراحه، واحد من الجيل الذهبي العظيم لمنتخبنا الوطني، واحد من افضل المدافعين اللي جم كمان مع المنتخب وعدد من الانديه الكبيره سواء اهلي زمالك انديه كبيره في الكره المصريه وايضا في ايطاليا، لاعب باري اللاعب الكبير النجم الكبير المدير الرياضي لنادي بيراميدز كابتن هاني سعيد. يا كابتن هاني صباح الفل، مشرف ومنور. يا كابتن كريم اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ منورني حبيبي، ربنا يخليك. وسلامي كابتن طارق يحيى، عامل ايه يا كابتن مصر؟ حبيبي يا هن، وحشني. وانت والله يا كابتن وحش كتير. ربنا يخليك بالتوفيق يا رب. ان شاء الله بالتوفيق يا رب يا كابتن، ربنا يخليك. طيب كابتن هاني، انا بدايه كده عايز اسالك بصفتك النجم الكبير اللي مر على منتخبنا الوطني، ولازم اسالك على رايك في المنتخب الوطني حاليا مع كارلوس كيروش. ما انت هتسالني رايي كاداء ولا هتسالني رايي عامه؟ خد بالك، بص انا مش يعني انا مش عايز يعني مش عايز اخوض في الموضوع كتير، بس انا كنت يعني كنت لسه سامعك دلوقتي كنت بتتكلم مع كابتن طارق في فضل. فكره ان انا اللي ليا التدخل في اختيارات ولا انا اللي ليا النتائج. طبعا كابتن طارق كابتننا ورايه طبعا اهم بكتير من رايي في كل حاجه، بس انا ليا طبعا وجهه نظر في الموضوع ده. اتفضل. ان لا في الاخر انا الاختيارات دي حق اصيل المدرب، هو اللي ليه حق الاختيارات، بس ما فيش حد ليه الحق ان هو يتدخل في اختياراته. انا اللي ليا عندي ان انا احاسبه بعد كده، يعني لو ما فيش نتائج ما فيش حاجه انا احاسبه على النتائج بتاعته وعلى اللي هو بيعمله. ده اللي انا ده فهمي انا وده اللي انا اعرفه، لكن فكره ان انا اتدخل في اختيارات المدرب لا طبعا. هو كل واحد ليه، هو حر في اختياراته، هو بيختار على حسب اللي هو شايفه، وممكن يكون هو بالنسبه له في لعيب مهم ولعيب مش مهم، هو في الاخر هو براحته، دي حاجه تخصه هو يعني. لكن في الاخر انا اقدر احاسبه عليه هي النتائج بس. طيب كابتن هاني، عايز اخدك لقصه عبد الله السعيد. سمعنا الكلام كتير انه انت اتضايقت انه عبد الله شارك وهو مصاب مع المنتخب. ايه ازمه عبد الله السعيد او ايه المشكله في عبد الله السعيد؟ المشكله ان هو بعد ما يعني هو خرج في ماتش الفات بتاع انجولا بين الشوطين، واعتقد ان مصر كلها كانت اللي فهمته واللي احنا كلنا اللي فهمناه ان هو خرج كان في تغييرين بين الشوطين، فاللي احنا فهمناه ان هو تغيير فني، خاصه ان مفيش حد اعلن ان في اصابه لعبد الله السعيد. ف
احنا كلنا فهمنا ان هو تغيير فني فخلاص، فكان بالنسبه لنا ما فيش مشكله، هو طبعا مدربه براحته يعمل اللي هو عايزه. لكن في الاخر لما اكتشف ان عبد الله خرج بين الشوطين عشان هو مصاب وعدى يومين وانا ما اعرفش، فلا هي مشكله طبعا. مشكله اولا ان انت لازم تبلغني طبعا كنادي، لان انا عندي ماتش المفروض كمان اربع ايام ان شاء الله، فلازم ابقى عارف ان واحد لعيب مهم مثلا زي عبد الله سيد هو مش معايا الماتش الجاي على حسب برضه حجم اصابته هيبقى معايا او مش معايا، فلازم نبلغ طبعا المدير الفني بتاعنا عشان يبقى عارف عامل حسابه على الماتش اللي جاي، يشوف هيلعب يمين او يشوف هيعمل ايه. دي من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان حمايه بقى لعبد الله نفسه، لان عبد الله يعني في انتقادات طالت عبد الله بعد الماتش ان هو مش مستواه، ان هو مش في ادائه، وان الناس فاكره ان هو طلع بسبب حاجه فنيه، لكن هو في الواقع هو ما طلعش بسبب حاجه فنيه، هو طلع عشان هو مصاب. فكان حمايه دي كان لازم الجهاز الفني او الجهاز الطبي ايا كان، يعني كان لازم يبقى في اعلان من عن طريق المنتخب ان في اصابه لعبد الله، وكنا لازم نتبلغ. احنا ولا اتبلغنا ولا كان في اعلان، احنا عرفنا بعديها بيومين، فده كان سبب ان احنا متضايقين. يعني هو كان حاسس باصابه قبل الماتش يا هاني ولا هو اتعور اثناء المباراه؟ لا هو اتعور يا كابتن اثناء المباراه. اثناء المباراه. طيب هي الاصابه يعني المنتخب اعلمك الاصابه هتطول؟ الاصابه عباره عن ايه بالظبط؟ هيلحق الماتش اللي جاي في الدوري ولا مش هيلحق؟ لا هو الاقرب ان هو مش هيلحقها، يعني هو جاله شد في الخلفيه، فهو الاقرب ان هو مش هيلحق، بس لكن احنا زي ما بقول لك احنا عرفنا بعديها بيومين بس. تواصلت مع حد من المنتخب او حد من المنتخب تواصل معاك كابتن هاني وضح لك الامر؟ بص انا تواصلت طبعا مع كابتن وائل جمعه، وكابتن وائل طبعا هو عنده عذره، لان هو الفتره اللي فاتت كان برضه عشان كان عنده موضوع كورونا وكده، فده كان مؤثر على تواجده شويه في المنتخب، فممكن يكون ده اللي اثر شويه. لكن طبعا اتكلمت معاه، هو طبعا متفاهم الموضوع وعارف ان احنا طبعا بنتكلم في حاجه مظبوطه وده حق هنا، فان شاء الله ما تتكررش بعد كده باذن الله. صوره بيراميدز السنه دي مختلفه، يعني بيراميدز السنه دي داخل البطوله او داخل الدوري تحس انه لا المره دي فعلا داخل ينافس. انا فاهم ان بيراميدز هدفه دايما المنافسه، بس المره دي لا تحس انه داخل فعلا. كل الناس كل المتابعين والمحللين بيقولوا لا بيراميدز السنه دي هيبقى منافس للاهلي والزمالك حقيقي. حاسس بدا حاسس انه الفرقه تقدر تكمل مع كابتن ايهاب جلال ومع مجموعه اللاعبين الحاليين، الدعم اللي بتشتغل معاه اداريا مع الفريق، تصورك لشكل بيراميدز في الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله كابتن، ان شاء الله. احنا بص يعني احنا بنحاول ان احنا نركز ان احنا كل ماتش عايزين نكسبه ان شاء الله، واعتقد ان هو لسه بدري قوي عشان نتكلم على الموضوع ده، احنا لسه ما لعبناش غير ثلاث ماتشات في الدوري. يعني نعدي كده بس حتى الدور الاول، وساعتها نشوف الدنيا ان شاء الله رايحه فين. بس احنا ان شاء الله مركزين ان احنا كل ماتش عايزين نلعبه احنا عايزين نكسبه ان شاء الله في اي بطوله بنلعبها، وان شاء الله نشوف بعد شويه كده يعدي 3 4 شهور نشوف احنا في كل بطوله واصلين لحد فين، فربنا يكرمنا ان شاء الله. يعني في ملفات تجديد لاعبين ينتهوا عقودهم بنهايه الموسم الحالي زي احمد ايمن منصور، زي مات سليمان، وعدد اخر من اللاعبين، الملفات دي مفتوحه وهتتقفل قريب ولا لسه سايبينها؟ لا مفتوحه طبعا، ان شاء الله هتتقفل قريب باذن الله. هتتقفل قريب. كابتن الكبير كابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. اسمع رايك كابتن طارق في الموضوع اللي وقفنا عنده وكمله الكابتن هاني، المدرب يتحاسب على النتائج ولا يتحاسب عن اختياراته؟ النتائج طبعا. النتائج بس. في حاجه فضل. لما يبقى في نجم كبير بيستبعد، انت مطالب قدام الجماهير وقدام الاعلام والراي العام انك انت تفسر هذا الكلام. هو ما بيفسرش، بيسيب الناس تضرب اخماس في اسداس. انا من رايي ان ده ممكن يعمل نوع من البلبله داخل الناس، وممكن يقلب الترابيزه شويه، ما يبقاش في تعاطف من الناس. مهم جدا يا كريم السوشيال ميديا والاعلام يبقى متعاطف شويه مع المدير الفني. ممكن اسالك سؤال اصعبها شويه؟ افرض مثلا طلع قال لك انا استبعدت قفشه عشان مش مقتنع بيه، او استبعدت طارق حامد عشان اجريسيف، يعني اي حاجه، يعني قال حاجه سلبيه على اللعيبه دي. هو مش هيقول سلبي، لو قال ده هيريح الجماهير؟ لا مش هريح الجماهير. انا بتكلم في ايه؟ وجهه النظر. لما تيجي تستبعد لاعب بقيمه وحجم لعيب زي الاسماء اللي قلناها، طارق او رمضان او زيزو، قفشه، وانت نفسك وشريف، بتتكلم على لعيبه يعني في منتخب مصر بقى لها من ساعه ما دخلت النادي الاهلي او نادي الزمالك هم في منتخب مصر وبيلعبوا اساسي. يعني رمضان صبحي ده اللي هو اصغرهم فاهمني، من 23 سنه، كان نجم منتخب مصر في 23 في كاس افريقيا. صحيح. وكان احد الهدافين وحاجه جامده جدا. من 19 سنه بيلعب منتخب اول. برافو عليك، منتخب اول 19 سنه، وكان اساسي مع كوبر واساسي مع حسام بدري. صحيح. فانت بتتكلم في لعيبه اساسيه، لما يجي يستبعد، انا ما بقولش ان هو ان انا اتدخل في شغله، لما يجي يختار، لا براحتك اختار زي ما قال هاني، انت مختار، لكن لما تيجي تستبعد لعيب بقيمه وحجم
في سين من اللعيبه لازم مطالب قدام على الاقل تفسير. ما هو التفسير ده انا اخشى. انا اقول لك لا بالعكس سلبي. هو راجل مش لدرجه مش يعني لا يمت يعني لا لا عنده طبعا لباقه وعنده لياقه في الكلام يعني من المفترض ان هو يشوف اي اسباب. فاهمني؟ والله طارق النهارده مش فورمه. النهارده انا الماتش ده محتاج مثلا كريم مش محتاج طارق يحيى. عادي صيغه في صيغه تتقال ازاي؟ في كذا صيغه تتقال. صح. فانك مش هقول بقى طارق اجريسيف طارق ده اجريسيف طارق بقى له 30 سنه. لا انا بقول لك لا وقفشه اصل مش عارف يعني انا بقول مثل طبعا انا عارف او مش معلومه ولا حاجه قالها بس انا بقول لك بقول يقول حاجه سلبيه بعض يعني. الالفاظ اللي احنا بنستخدمها كمديرين فنيين مش بنزوق الكلام ولكن بنقول حاجه من المفترض انها تبقى مقنعه للناس وفي نفس الوقت مقنعه ليا انا وتحافظ على اللعيب بتاعي اللي انا احتاجه بعد كده. صح كده. يعني لازم ما هو انت مش بتتكلم على حد قليل بتتكلم على حد كبير. وبالتالي اختيارات الراجل هو حر فيها. هو اللي يتحمل المسؤوليه. وانا اللي هحاسبه مش انا يعني الناس هتحاسب كيروش وجهازه على اختياراته زي ما تحاسب كل مديرين فنيين على مدار السنين اللي فاتت المنتخبات. صحيح مفيش مشكله. صحيح. النتائج مهم. الناس كلها كانت معترضه على كوبر ما كانش عاجبني. كوبر وصلك كاس العالم. راجل خد وصل نهائي افريقيا ويعني لولا ان انت ما كنتش فايق في الماتش النهائي كنت ممكن تاخد افريقيا. صح. وصلت توصل كاس العالم في احسن من كده حاجه؟ طيب ومع ذلك ما كانش عاجب الناس. احنا المصريين بنبقى حابين في تواصل. احنا بنحب بعض. التواصل بيننا وبين الناس ما نقطعش الصله دي. الصله دي مهمه جدا يا كريم. ليه؟ بتقربك من الناس. ما تقولش كل اسرارك انت كمدير فني. ما تقولش كل اسرارك ومحدش بيقول اسراره لحد. صح. انا ليا شغلي وليا اسراري في شغلي لكن في حاجات ممكن من الممكن ان انا ابوح بيها تريح الناس وفي نفس الوقت تريحني انا ويبقى في اتصال ويبقى في مسانده. طيب انا خايف يحصل مع المنتخب زي ما حصل مع حسام بدري البعد الشديد اللي احنا كنا شايفينه من الاعلام اللي كان موجود في مصر كله ده اللي خلى الموضوع جيري بسرعه من حسام وما خلاش فيه تواصل وما خلاش فيه ان حسام يكمل مع ان حسام ما اتغلبش يعني فرقه حسام منتخب حسام حسن حسام البدري ما اتغلبش. فاهمني؟ الناس كانت ماشيه ومتصدره المجموعه قبل ماتش ليبيا. صح. فانت كنت رايح مع ليبيا كان صنفه سوء يعني سجال هم تقريبا كان فريق بنط. صح. فمن ممكن تكسب ليبيا مع حسام بدري ممكن تكسبه مع كيروش ممكن تكسبه مع ضياء السيد لوحده. فاهمني؟ الفارق الكبير يا كريم ما بين مصر وما بين المجموعه اللي موجوده هو اللي قلل فرص استمرار حسام البدري. ومن الممكن ان هو الراجل خلاص وصل. احنا وصلنا قبل الماتش اللي فات ومع ذلك شفنا اداء مش حلو. الشوط الاولاني كنا سيئين. الشوط الثاني تلت ساعه اللي تعادلنا فيها وبعد كده برضو رجعنا ايه تاني ورا. القصه كمان المهمه جدا يا كريم ان انت بتغير في التكتيك كذا مره. انا مش ضد هذا ولكن التوظيف يعني انا النهارده حتى لما لعبت بشريف وينج شمال مش متعود عليها في النادي الاهلي بقاله سنه بيلعب او سنتين في النادي الاهلي سترايكر. صحيح في مصطفى محمد ما قلناش لا. طب ما انت كان عندك مثلا اختيارات بديله لمرموش. مرموش اتعور قبل السفر ب 48 ساعه. عندك احمد رفعت لعيب كويس وانت بتبص في الدوري ما انت جبت كناريا. فاهمني؟ يعني انت جبت محمد رفعت يعني انا شايف ان هو يعني معلم اكتر في الدوري المصري من كناريا مثلا كمثال. بس مركز غير قناعاته بقى ما لهوش دعوه. بس انا بقول لك المركز ده كنا محتاجين فيه احمد رفعت مثلا. صح. كان محتاجين فيه رمضان صبحي. صح. ليه؟ لانك انت كنت هتعدل الدفه شويه. بمعنى انك انت احنا جينا في الماتش لعبنا 4-4-2. لما نزل مروان بقى هو صلاح بس. صح ولا غلط؟ صح. وياسر لعب ليفت وينج. بدأ برافو عليك. لما حتى ياسر نزل وينج ليفت ودي مش مكانه. صح. بدأت بعبد الله السعيد ديفندر 4-3-3 دي مش بتاعت عبد الله السعيد. يمكن اتعور عبد الله السعيد ده اللي كان لا وفي جزء من الشوط الاول لا جزء مش بتاعت عبد الله السعيد لا وجزء من الشوط الاول تفتكر كابتن طارق دخل عبد الله في مركزه 10 ولعب 4-2-3-1 جزء بس الجزء ده اتدمرنا فيه. برافو عليك. عشان اكرم وابو فتح كانوا طايرين وبقوا عريانين بقى مفيش حد بيلعب طايرين كمان طايرين وبعدين في نفس الوقت كان ظهر مفيش كان مكشوف مفيش طارق حامد. صحيح. بالبلدي كده. صحيح. طارق حامد اللي بيسد الكلام ده كله. صحيح. تقدير واحترام طبعا للسلاه وان الاثنين لعيبه كبار ولعيبه انا السلاه ده ما تيجي تسالني تقول لعيب تتمناه اقول لك السليه على طول فين؟ في الزمالك. تتمنى السليه في الزمالك. طبعا لعيب انا مرنت السليه عارف قدراته. السوليه ده حاجه محترمه حاجه حلوه يعني.
فانت بتتكلم فيه كبير، مذيع كبير بتسال عليا، ما تخلينيش اسالك اسئله حلوه فانت بتسال وتجاوب على طول. لو سالتني اتمنى السليبه في الزمالك اقول كمل يا كابتن. لا جميل بس حبيب. فبقول لك يعني التوظيف مهم. يعني انا يعني التوظيف صح، وظف اللعيب صح هتاخد بس صح. هتناقش معاك شويه في الكاتشانه يعني في المدرب. احنا متفقين ان كروش كان عنده اخطاء واضحه في الشوط الاول قدام انجليزي، اخطاء تكتيكيه. الشوط الثاني عالج الاخطاء دي بصراحه. صحيح. يعني لما نزل حمدي فتحي عشان يلعب الدور بتاع طارق حامد اللي انت بتقوله ده، قفل الدنيا مع عمرو السوليه والنني وادى حريه شويه، عشان كده اكرم توفيق ظهر في الشوط الثاني كويس، وابو الفتوح ظهر في الشوط الثاني كويس. فالفكره انا بالنسبه لي المدرب اللي بيعرف يكاتش، يعني انا كل المدربين بيغلطوا، كان طارق بيغلط، سين بيغلط، كل المدربين، جوارديولا بيغلط، وكلنا بنفتي احيانا، كلنا بنفتي كلنا بنفتي احيانا بنفتي. يعني بيبقى عندك فكره عايز تطبقها وما تجيش صح في الملعب وخلاص. ده الفتي. الفكره بقى انك تعدل ده في ساعه المباراه، انك تعرف تتدارك اخطائك وتعرف تشتغل تاني. فده اللي عمله كروش، عشان كده انا يعني انا بصراحه معجب بيه. انت مش عايز كروش يعدل الخطا؟ لو هو ما شافش مين هيشوف؟ ما هو في مدربين ما كانش بيشوفها. لا معلش، مش انا بكلمها على كروش. ما هو في مدربين الراجل مدير فني عالمي ومسك اكبر فرق في اوروبا وخد معاها بطولات. مش لو ما شافش يبقى شكرا. والله في مدربين ما بيشوفوا وانت عارف يعني. في مدرب بيكمل في مدرب لا اصل دول ما بيستمروش كتير. يعني مش بتكلم على المنتخب بس، لا عموما في الانديه ما بيستمروش كتير. فاهمني انت؟ انت بتشوف اخطائك، مش اخطائك، انت زي ما انت قلت انت بتنزل كريم في المكان ده، كريم ما بينجحش صح. فلو استمريت في القصه دي هتخسر صح. فانت بتشيل كريم وتحط مثلا طارق صح. ما نفعش، بتشيل طارق وتحط ابراهيم. ليه؟ انت دايما انت في ايدك القرار. صحيح. وطالما انت قريت يبقى انت الكوتش زي ما انت بتقول. هو ده. وخلي بالك في فرق بين الترينر والكوتش. ايوه. الترينر ده ممكن جدا يعمل لك وحده تدريبيه، يعمل لك بدني، يعمل لك اناليسز للتيم، حاجات كده معينه مع محلل الاداء، بحيث ايه الراجل ده جري قد ايه، عم محتاج كذا، يروح هو قاعد مع الراجل يروح ايه يزود الحته دي. لو تشكيل حلو كمان ويحط تشكيل بالارقام. لكن الكاتشان على الخط تقرا العين صح، تقرا التيم، الديفو فين، القوه فين وتزودها صح، فاهم؟ كل الكلام ده دي كاتشانه بقى، مش اي حد بيعملها. هو انا معاك، مش اي حد. هو ده عشان كده انا متفائل بيه، رغم ان انا عندي بعض التحفظات زي حضرتك يعني. اكيد كلنا بس تحفظات خفيفه بسيطه، بس طول ما هو صاحي وفايق وبيعرف يعدل انت عندك امل ومش قلقان منه. ما عنديش مشكله. عايز اسالك على حاجه قبل ما نروح ونكمل كلامنا عن كروش ومنتخب مصر. الفار ضروري في المرحله النهائيه دي. هو لسه الكاف لسه ما اتحددش نهائيا الفار هيبقى موجود ولا لا. كارثه المرحله النهائيه، لازم يبقى في فار طبعا. انت شفت الراجل بتاع بنين وكونغو؟ كوارث. بتاع الراجل معدي من قدام راح بتيد مصاب، حتى المذيع كان اجنبي. تقريبا الماتش كان في الكونغو ولا كان في بنين؟ لا كان في الكونغو. كان في الكونغو. الراجل الاجنبي ما صدقش، يعني هو حتى هو بيقول لك ايه يعني فجأة راح مزعق، قال لك ضربة جزاء. هو لقى اللعيبة والحكم مشاور، ما يعرفش حاجة لغاية دلوقتي. ففضل يتكلم بهدوء بهدوء، فجأة لما اللعيبة بدأت تعترض عليه فقال لك دي ضربة جزاء، فراح الراجل راح مزعق للمذيع الأجنبي اللي هو الكونغولي. فأنت بتتكلم في لا التحكيم لازم فار، لازم فار في المحل. لازم فار. مش مصدق لو المحل النهائي دي اتلعبت من غير فار. مشكلة. لا دي كارثة. يبقى هي موجهة. لا ربنا يستر. لو ما انا بقول لك لو اتعملت من غير فار، من غير فار، يبقى هي موجهه لناس معينه، موجهه لناس معينه، منتخبات معينه. طب توجه لنا اي حاجه؟ طيب عدوها علينا ولا حاجه؟ لا اكيد يعني مش عايزين، لا بهزر طبعا، لا لينا ولا لغيرنا، عايزين فار وعايزين العدل. عدل. عداله. لابد ان يكون هناك فار علشان صحيح. نقدر ناخد حقنا والفرقه الثانيه تاخد حقها. صحيح. طيب تعالوا نروح لتقرير ده. اتحادات طلبت، اتحاد افريقيا طلبت انه يبقى في فار في المرحله النهائيه من التصفيات، للمطالبه بتطبيق العداله الكامله في كل المباريات. المباراتين كل فريق هيلعب او كل منتخب هيلعب مباراتين في المرحله النهائيه ذهاب وعوده. نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع النجم الكبير كابتن طارق يحيى. خليكم معنا. أخطاء تحكيمية عديدة شهدتها الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لا سيما في القارة الأفريقية،
ليخرج العديد من المدربين والمحللين في القارة السمراء لمهاجمة التحكيم الذي تسببت قراراته في حرمان منتخبات من تحقيق حلمها ومساعدة منتخبات أخرى في بلوغ المرحلة النهائية من التصفيات، وأبرزها ما حدث في مواجهة غانا مع جنوب أفريقيا. أخطاء التحكيم دفعت كافة الاتحادات التي تأهلت منتخباتها إلى الفصل الأخير من حدوتة التصفيات للمطالبة بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد المعروفة إعلامياً باسم الفار، وذلك من أجل ضمان عدالة تحكيمية تنصف المظلوم وتعاقب الظالم. هذا وتنتظر الاتحادات القرار النهائي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، فهل يستجيب لمطالبها بإدخال تقنية الفار أم يستمر على رأيه في إقامة مباراتي المرحلة النهائية بنفس النظام؟ هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة. يا رب حضراتكم مرة أخرى لسه مكملين مع حضراتكم على النجم الكبير كابتن طارق يحيى. طيب كابتن، قبل ما أقفل قصة المنتخب، أنا في المقدمة النهاردة قلت يا بخت كل لاعب بيلعب في الدوري المصري دلوقتي، لما يبقى في مدرب للمنتخب بياخد أي لعيب في أي فريق، ما بيفرقش معاه بقى لا أهلي ولا زمالك، وأنت لاعب نفس أنت نفسك ما تبقاش متوقع أنك ممكن تخش المنتخب، وتلاقي نفسك فجأة بيندهولك بيخش المنتخب. دي مش حاجة عظيمة وحاجة جيدة؟ ظاهرة صحية طبعا. المتوسع المدى الاختيار المجال اللي أنت بتختار فيه، صح. مليون في المية هتاخد مردود جيد، وخاصة لو اللعيب ده نجح زي مرموش. ما الناس كلها قالت لك مين مرموش مين مرموش، فجأة هو الراجل راح هو اللي عمل الماتش الليبي هنا، هو اللي جاب الجون، والناس بقت تزعل لما بيتصاب او يغيب. رفع النهارده بقى له قيمة في المنتخب، صحيح، مع ان ما كان لعيب مثلا ما حدش عارفه، موجود مع المنتخب الاولمبي. وانا على فكرة الماتش انا اتفرجت عليه في الاستاد اسكندرية هناك في استاد البرق برج العرب. انا رحت الملعب اتفرجت عليه، شفته من الملعب. لا شفته سريع جدا. ما هو التلفزيون طبعا بيديك لقطات ضيقه. برافو عليك، انت بتشوف من فوق. انا اشوف الملعب طبعا، تحركات كويسه، سريع جدا، شويط. مشكلته في الماتش ده والتاني ان بدنيا ما كانش على المستوى المطلوب، خلي بالك مع ان سرعته دي، بس انا بحسها، انا كمدرب بحسها وانا قاعد في المدرج. انه لما بتيجي كريم تاخد الكوره وترقص واحد والتاني وبعدين تنهج، فاهمني، وبعدين الكوره تهرب منك، تعرف ان في اجهاد هنا، صح. يا اما اوفر تريننج يا اما ناقص لياقه، الله اعلم، عشان برضو ما اكونش انا فاهم. فهي قصة، لا شفت لعيب كويس. فانت مرموش مثلا لعيب كويس، هو اللي خده. كناريا ممكن ينجح، مش عارف الظروف ايه، ما انت هي واحدة بتجيلك فرصة، بيجيلك مسكت فيها بتعدي، صح، فاهم. احمد ياسين، احمد ياسين واعد جدا، واعد جدا، مدافع واعد جدا، الله اعلم، ممكن يكون من اللعيبة المميزين جدا في المنتخب، يبقى اساسي. بالمناسبة كنت لسه بفكر في القصة دي، الماتش اللي فات اول ما نزل بصراحة، مروان حمدي من حال لحال، لاعب ما بيلعبش مع الزمالك بشكل اساسي، منتقد ومهاجم من جميع نادي الزمالك، مش عاجبها الاداء قوي، الجهاز الفني نفسه ما بيعتمدش عليه، بيخرج اعاره لسموحه، بيتالق وبيسجل 3 اهداف، فجاه يبقى موجود مع منتخب مصر، فجاه بكره هيبقى موجود اساسي مع منتخب مصر. حل حاله يا كابتن طارق، هي دي كره قدم فيها العجب. كلنا لعبنا كده وكلنا اشتغلنا كده. يعني انا نزلت مكان الكابتن علي خليفه في ماتش اتحاد السكندري في اسكندريه، عمل ضرب الجزاء وما نزلت. وبعدين لعبت بعد كده ماتش المنيا في المنيا اخر ربع ساعه، وبعدين اسكو جيب 3 اجوان، خلاص عدينا. هي الكوره كده. انت لو انت ما انتهزتش الفرصه اللي بيجي لك دي هتروح في الباي باي، لكن انت لو انت انتهزتها خلاص القصه بالنسبه لك، بقيت لعيب اساسي، بقيت لعيب كويس وثقه. هي ثقه لما بتعمل كده. مرموش لما عمل كده ثقته بنفسه زادت، صحيح. لو لا قدر الله كان حصل العكس، ده كان انتهى، ما جاش تاني، فاهمني. فانت بتتكلم في توفيق طبعا، توفيق ربنا واجتهادك انت كلاعب، صح، وقناعه المدرب وثقته فيك، صحيح. دي مهمه جدا، صحيح، ان انا ممكن جدا بلعب كريم وانا واثق فيه تماما ان هو كاس مصر كلها مش مقتنع، لكن انا مقتنع هينجح. زي فلافيو اول ما جه كل البشر قال لك مين اللي جايبه ده، والراجل جوزيه تك 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 يفضل يديله لغايه لما بقى هداف الدوري، صحيح. فهي قصه كده، صحيح، قناعات، صحيح. لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الكابتن الكبير كابتن طارق يحيى بعد هذا الفاصل، نواصل ان شاء الله. يا رب حضراتكم مره اخرى شرفني ومنورني المدرب الكبير كابتن طارق يحيى. تعال بقى نروح نادي الزمالك.
عايز ابدا من نادي الزمالك من عند الموضوع الرئيسي والاهم، اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي في مباراه الاهلي ما ظهرش بشكل كبير، يمكن من بدايه الموسم مش هو اشرف بن شرقي، ويبدو كده انه مش مركز. ممكن نقول موضوع التجديد ده واخد تفكيره شويه. رايك ايه؟ انا ضد ان اللعيب ياخد تركيزه اي حاجه تانية. لا الاول راي حضرتك، هو ده اللي بيحصل فعلا؟ انت شايف كده تحليلك؟ ما اعتقدش يعني لعيب بحجم وقيمه اشرف بن شرقي، لعيب دولي، لعيب دولي ولعيب كبير، ما اعتقدش ان هو مستواه بيقل عشان التجديد ومش التجديد والكلام ده كله. ان هو لعيب ضامن مستقبله، هو لعيب كويس واي نادي ممكن يتمناه، صح، يعني سواء في مصر او في الوطن العربي. وبالتالي انت ما انتش قلقان، انت تقلق امتى يا كريم؟ لما تبقى السجاده من تحت رجلك مسحوبه وانت واقف مش على ارض صلبه، وانت مش واثق في نفسك وامكانياتك ما تودكش حتى نادي درجه ثانيه. لكن ده بتتكلم على لعيب دولي ولعيب كويس، وكان لما جه نادي الزمالك انا اول واحد مرنته. يعني هو لما جه نادي الزمالك انا اول واحد مرنته، كنت انا ماسك الفرقه ساعتها. صح. فلعيب كبير ولعيب كويس، فهو بالنسبه له قصه البتاع انا شايف انها مش هتقلقه، ان هو سواء قاعد في الزمالك او مشي هو الكسبان. قاعد في الزمالك اسم نادي الزمالك كبير، واضاف له حاجات كتيره جدا. لما جه ما كانش اشرف بن شرقي اللي دلوقتي، ما كانش سعره زي دلوقتي، قيمته ما كانتش زي دلوقتي. صح. وبالتالي انت بتتكلم في لعيب الزمالك اضاف له كتير جدا، فهو لو قاعد في الزمالك هو الكسبان، فاهم قصدي؟ ولو مشي من الزمالك هو الخسران. صحيح. هيكسب مادي بس. صحيح. هيخسر حاجات كتيره زي ساسي يعني. فرجاني ساسي النهارده احنا نسمع يعني كان مسمع في الزمالك اكتر افريقيا، وده هو راح محطه تانيه خالص مختلفه عن ال المنطقه اللي بيلعب فيها. يعني انت بتلعب في اسيا دلوقتي، فاهم؟ صحيح قطر بلد كبيره ودوري قوي وكل حاجه، لكن انت بتلعب في حته ومنتخب ببلدك بيلعب في حته تانيه خالص، في قاره تانيه خالص. فانت وصلك اللي بتبص ليه ايه؟ اللي انت بتلعب في القاره بتاعت انت بتلعب في افريقيا، تروح تقابل مين؟ الترجي التونسي، تروح تقابل الاهلي، تروح تقابل مثلا لو هو في الزمالك يعني هيقابل انديه كبيره افريقيه، ومن ثم هتلاقي القصه بالنسبه له مختلفه تماما. في اسيا الدنيا مش مبصوص لها قوي، لان انت بتتكلم في دوري مختلف عن المنطقه اللي بتلعب فيها. وبالتالي انا شايف ان هو لو مشي من الزمالك هيخسر. مستواه قل ليه؟ هي ظروف يعني. انا مش شايف ان بن شرقي مش من النوع انا اصلا مرنت وعارفه. مش من النوع اللي هو ايه يسرح مع هو ضامن مستواه زي ما قلت لك. قصه بالنسبه له مش فلوس ولا قصه بالنسبه له، لا هو قصه بالنسبه له ان هو عايز يستقر فقط. هو اكتر حاجه تقلق اللعيبه يا كريم فتره الريبه دي اسمها فتره ريبه. لما عقده يقرب ينتهي يبدا يفكر فيه، لكن مش بن شرقي اللي يفكر بالطريقه دي. لا، لعيب تاني مثلا ما بيلعبش اساسي لا في منتخب بلده ولا في نادي الزمالك او في النادي الاهلي. لعيب مثلا ايه يعني قصه بالنسبه له يعني الارض تحتيه مش ثابته، ده اللي يقلق. لكن انت هتقلق من ايه؟ انا وجهه نظري كده، لو هو قلقان من الحته دي يخلص. انت تعال اقعد مع الناس والناس بيدعوك، اقعد وخلص. والله وافقت خلاص، ما وافقتش هتمشي بشروط نادي الزمالك، لان انت مقيد من نادي الزمالك وعلى قوه نادي الزمالك. بس قصه سهله وبسيطه. هي عايزه حد حريف، حريف تعقيدات، يعني حد يقعد مع اللعيب يقنعه. ما هو انا ممكن اقعد مع لعيب ازهقه. كلامك جد، مش انا كطار ايحاء مثلا قعدت مع بن شرقي ممكن ازهقه في حياته واخليه ياخد بعضه ويمشي. لكن في حد تاني مكاني يجي يقعد عنده من اللباقه والكياسه ان هو يقدر ياخد بن شرقي في صفه ويخليه يمضي. طب تقعد انت يا كابتن طارق؟ انا؟ جرب كده. والله لو طلب مني انا اقعد معاه، ما عنديش مشكله. لو طلب مني هذا الكلام انا ممكن اقعد معاه. تقدر تقنعه؟ ايه؟ تقدر تقنعه؟ على الله بقى، دي بتاعت ربنا مش بتاعتي. تقدر. دي بتاعت ربنا. توفيق ربنا ده في الكلام وفي الاقناع، دي حاجه بتاعت ربنا. صح. لكن اللعيب الاجنبي مش بيبص لها زي ما انت بتبص لها وانا ببص لها يا كريم. اللعيب الاجنبي بيبص لها ثانيه خالص. بص لها مادي. بالظبط. انا راجل هلعب كام سنه؟
احنا سهل جدا نقعد نقول اللعيب بيحب الزمالك ولعيب بيحب الاهلي ولعيب تحديدا المحترف ده المصري كمان بقى يعمل كده ده المصري بيعمل كده بالظبط كده الاجنبي مش هيعمل كده بالظبط كده فانا اتمنى موضوع بن شرقي يخلص وطارق حامد لسه وعندك عبد الله جمعه عندك فيلم هندي جاي فانت محتاج زي ما قلت لك حريف تعاقدات يقعد مع الولاد دول ويبقى قصه بسيطه وسهله بس فين الفلوس يعني لازم الفلوس موجوده انا لما اجي اتكلم مع بن شرقي كطارق يحيى مش هقدر اتكلم معاه دلوقتي ايوه الا لو ظهري محمي بايه فلوس فلوس مقابل مادي تتكلم انت عايز ايه 3 قروش طب خليهم 2 قرشين موافق اوكي تك اتفضل اتفضل على طول تعالى على الترابيزه مقدم عقدك اهو خلصت انما هتقول له والنبي والولي والسنة ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله ظروف النادي طيب وظروف نادي مش بتاعك مش بتاع الكلام ده اللعيبه دلوقتي مش بتاعت الكلام ده المصريين مش بتوع الكلام ده صح. انا مرنت فرق كتيره جدا كنت بقعد مع لعيبه فاهمني لما بيستعصي على الامر على مدير الكوره او رئيس او النادي او مجلس اداره كنت بقعد مع بعض اللعيبه اللعيب مش في دماغه يا كابتن هديني كام او واحد بقول له طب ما تيجي تلعب معايا هديني كام اول حاجه انت تقعد تقول له النادي وحب النادي مفيش الكلام ده يقول لك ما اعرفش فهي قصه صعبه محتاجه ماديات ونادي الزمالك عليه ان هو يدبر موارد ماديه ده اللي هيخلي اللعيب يجي لك جري هي لعيبه كانت بتيجي جري من 2-3 ايام مرتضى منصور ليه في فلوس عارف ان هو هياخد هيقبض ويمشي خلصت جاب عبد الله السعيد من جوه النادي الاهلي وجاب بن شرقي وجاب بن ساسي وجاب جاب ليه في فلوس يا كابتن ضهري محمي عبد الله السعيد امال ايه مش عبد الله السعيد جه الزمالك امال ايه مين اللي جابه مرتضى منصور وانت كنت فين انا انا كنت في العربيه اللي وراها صح كده جبتك على طول دلوقتي لا فبقول لك لا انا عارف انت اللي كنت رايح القصه يا حبيبي القصه سهله جدا وبسيطه جدا تمام انا ادبر موارد لازم هات يا اخي خبير اقتصاد حد اقتصادي يجي في الحته الماليه دي يدير القصه دي عارف بطريقه انا دايما اقول ايه دايما اقول ما ينفعش نادي الزمالك يبقى عنده ازمه ماليه يعني ما ينفعش يبقى انت احنا بنقول لو منتجات صغيره كده وليها جماهير شويه منتجات ليها جماهير دي بتكسب على طول ده نادي الزمالك بجماهيريته ديت اقتصاديا ما ينفعش يبقى هقول لك ابدا احنا عندنا 1 و2 جوه 3 و1 صغير 4 4 ملاعب كره قدم ماشي حد يجي اعمل اعلانات وقناة النادي بتسجل واعلانك بالماتشات والتدريبات بتسجل الاعلان هيجي صح ولا غلط صح فاهمني عندك 3 4 5 برامج شغالين في القناة اعمل اعلانات داخل ملعب الزمالك وهيديك كام اتفق على رقم خش على ملعب الناشئين اعمل نفس الكلام رقم مش عايز اقول كام اعمل ستور ادعي كل اسبوع او كل 10 ايام لعيب يروح توقيعات زي ما اوروبا بتعمل فلوس. توقيعات فلوس دي كله فلوس الفانيلا مثلا ب 390 جنيه دي اللي هي الجديده اللي نازله دي اوكي هتبيع انت في اليوم مش اقل من 100 فانيلا في اليوم 100 فانيلا لو جه شيكابالا ده يمكن يعدي يجي لك 3000 واحد بكلمك جد والله العظيم هات بن شرقي بعديه هات مش عارف اوباما بعديه وهكذا الناس هتفرح تروح صحيح ده بيدر نادي الزمالك انا لو قدرت كاداره مجلس اداره بقى اللي جاي ان شاء الله يدبر من 15 ل 20 مليون شهري الزمالك ده راح في حته ثانيه. ليه؟ ودي تتدبر بسهله جدا بالكلام اللي بقولك ده. حاجات سهله جدا تتعمل اكاديميات. انا عندنا اكاديميتين يا كريم. الزمالك عنده اكاديميتين بس. بس اكاديميتين بس. انت في مصر ولسه المنيا لسه المنيا متجدده من يومين او ثلاث ايام. انا جالي 10 12 اكاديميه. الاكاديميه انا مسؤول في النادي فالاكاديميات دي وقفت لان المطالبات كانت صعبه شويه على الناس حاولنا انا وجمال عبد الحميد وبدر حامد ان احنا نبسط الامور عند مجلس اداره وافقوا اخيرا فبدات الدنيا الاكاديميات دي تصرف على قطاع الناشئين النادي الزمالك ما ينفعش تعريفها الاهلي عامل كده انا لما اعمل 10 12 اكاديميه في السنه فاهمني هتدخل لي مبلغ المبلغ ده هيصرف على قطاع الناشئين نادي الزمالك خزنته مش هتتحمل نكله تعريفه بس الناس تبقى فيها مرونه في الكلام صحيح لكن انت لما تيجي تعمل حاجه زي كده يقول لك ده في حاجه بقى من ورا انت فاهم فالقصه بتبعد فاهم
السنه اللي فاتت انا كنت رئيس قطاع الكوره، دخلت بصدري في كل حاجه، كسرت اللوائح وكسرت القوانين وعملت شغل ابن الذين. خدنا ثلاث بطولات، بطولتين او جمهوريه واربع بطولات جيزه قبل الكورونا ما توقف، وخدنا بطولتين 99 و 2003 من انبي سنتين البطل. ليه؟ انا كنت بعمل كل حاجه الحمد لله بفضل الله. ما اقول لك ما فيش لعيب كنت اطق وبعدين بعد كده يحلها مالا نام. انا كنت بدي مكافآت فوريه للعيبه من جيبي، فرقتين 99 و 2003 واسال اللعيبه فوري، كان بيكسب ياخد المكافاه من جيبي وانا واقف. اقسم بالله ما خدت من النادي تعريفه، غير لما خدوا البطوله صرفوا المكافاه للجهاز الفني واللاعبين الفتره يمكن من شهرين كده تقريبا، فاهم؟ فنادي الزمالك ممكن اقول حاجه بس أوه. انا بس انا واثق من اللي انت قلته دلوقتي ان انت ما خدتش من النادي تعريفه، بس مش بتكلم عليه، ما خدتش من النادي مكافآت. ما فيش فلوس. انا اقصد انه معظم الناس اللي بتشتغل في الزمالك هي بتقول ان هي بتحب الزمالك وما بتشتغل من غير مقابل يعني، بس هو الزمالك فين فلوسه يعني؟ فين مش عارف. ما انا بقول لك اهو اعمل موارد. لا انا اقصد بس ايه، انا كل ما بقعد مع حد او دايما بتكلم مع الناس كلها بتشتغل في الزمالك دون مقابل او بتضحيات عظيمه، فين بقى الفلوس بتاعت الزمالك؟ المداخيل بتاعت الزمالك فين؟ المداخيل انا بقول لك اهو، هات حد اقتصاد، خبير اقتصاد يعمل لك بنيه في القصه دي، واحد فاهم يجيب لك موارد ماديه. انا لو مش قادر كاداري او اداره اجيب حد فاهم يعمل لي القصه دي، لو عندي حد في المجلس فاهم الكلام ده يشتاق شاطر يعمل الكلام ده. انا قلت لك 3 4 مشاريع وانا قاعد معاك فاهم، انا ممكن انفذهم بكره الصبح. بكره الصبح ليه ما بيتنفذوش؟ ما انا بقول لك مش قصتي، مش انا صاحب قرار. ما انا بقى ما انا بقى انا مش صاحب قرار. ليه ما تنفذوش قبل كده لما كان في انا مش صاحب قرار قبلها وقبلها برضه مش صاحب قرار. انا بقول لك انا كطارق يحيى فكرت في ان انا اعمل القصه دي. اعمل ايه؟ اعمل اكاديميات. الاكاديميات دي هتجيب فلوس للزمالك، هستقل بقطاع الناشئين. اقول لك على حاجه، اتفضل. انا اقترحت يبقى في لجنه ماليه ولجنه قانونيه لقطاع الناشئين لوحده بعيد عن ايه؟ النادي. والاكاديميات تصرف عليه. واللجنه دي من النادي مش من عندي انا. انا ما جايش وحد مشرف من مدير الشباب الرياضه، يعني قصه قانونيه كلها، ما حدش نافذ حاجه. انا اقترحت هذا الاقتراح في المجلس السابق علشان ايه؟ بس المشكله ايه؟ اللجنه تيجي تقعد شهرين تمشي، تيجي لنا تانية عقبال ما تجدد الكلام بقى، وهم يخشوا في المويل بتاعتهم دي يا عيني، اللي بتاعت الفلوس اللي عليهم والكلام ده كله، فالدنيا بتضيع بتهرب مننا كريم. فانا بقول لك حاجه زي كده، الملاعب اللي عندك دي استغلها في اعلانات. شركات ما شاء الله كتيره جدا هيعمل اعلان داخل نادي الزمالك، اديني مثلا 20 مليون في السنه وانت اديني 20 مليون، لم لك 100 مليون فاهم الاعلانات داخل الملاعب بس، اوكي؟ قسطه مع الشهور، كل شهر 20 مليون. فاهم قصدي؟ لو دخل لك 10 15 20 مليون انتهت مشكله نادي الزمالك، بعيدا عن القضايا، ماليش دعوه بالقضايا، القضايا انت عايزها فيلم هندي. لكن مش شرط يبقى عندك 200 مليون دلوقتي. صحيح. لا قسطهم. يعني اعمل القصه دي مثلا عند نادي الزمالك الشركات الكبرى، وخلي بالك انت عندك بيقولوا عليها ايه؟ العلاقات العامة تقريبا او السيلز في النادي او مدير التسويق شاطر، هات مدير التسويق شاطر يعمل لك المشاريع دي. صحيح. انا جبت مدير تسويق ما اتفقش. انا جبت مدير تسويق وقعدت مع حسين السيد اساله. والراجل قال لي هدخلك فلوس كتيرة جدا. الراجل خد بعضه ومشي. ما بهزرش والله العظيم، انا بكلمك بجد. احنا بنشتغل يا كريم تحت مظلة صعبة شوية. محتاجين المظلة الصعبة؟ لا يعني داخل النادي محتاجين قرار. يبقى في جرأة في القرار. فاهم قصدي؟ علشان أحول النادي لمؤسسة رياضية منتجة مش مستهلكة. صحيح. النادي الزمالك دلوقتي إدارة مستهلكة. صحيح. بكلمك بجد. صحيح. بتدفع على طول، معناه تدفع. طب إيه اللي جاي؟ بتستنى. نادي الزمالك يستنى مثلا كل اول شهر ولا كل سنه ولا كل شهرين حد يجيب فلوس، ولا مش عارف هات من الشركه الراعيه وهات من هنا. مش هيمشي الزمالك كده. صح. مش هيمشي. اللي هيمشي ان انا اشتغل واكسر اللوائح بس بالقانون. في روتين، الروتين ده كسره.
في 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 اطار القانون عشان ما حدش يقول لك انت من قال لك هذا وخربت وتعالى وكلام فاضي. لا تيجي ناخد واحد حبيبك معانا على التليفون يشاركنا الحوار عشان هو واحد من الناس اللي انت بتحبها جدا وهو كمان بيحبك جدا. الكابتن الكبير كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. كابتن طارق صباح الفل عليك، مشرف ومنور. صباح الفل يا كريم، مشرف. تحياتي ليك حبيبي، تحياتي ليك والاداره الكره المصريه كابتن طارق منور. يا مورينهو، مورينيو بالك بالك ده بص مورينيو طارق مصطفى مورينيو. حلوه دي يا كابتن طارق والله. حبيبي يا ايدر. لا والله ده ايدر حاجه محترمه وانا سعيد جدا بالشغل معاه وتعلمت منه كتير بامانه، واشوف ان هو بصراحه في الفتره الاخيره ديت مظلوم بامانه ان هو يقعد فتره كبيره كده من بعيد عن التدريب. لا مش امكانيات طريح ان هو يقعد بعيد عن التدريب كده، لان انا بصراحه الشهاده قدام ربنا سبحانه وتعالى افضل من مدربين كتير جدا جدا انا بشوفهم على الساحه. طيب كل شيء نصيبه الروح. انت عامل ان شاء الله ايه؟ ان شاء الله نصيبك يجي باذن الله يقدر وكل مجتهد نصيب. ربنا يوفقك يا حبيبي. انت كنت فتره من الفترات احسن مدرب في مصر وان شاء الله ربنا ان شاء الله يجيب لك الخير وان شاء الله ربنا يحقق اللي انت عايزه. طيب كابتن طارق انا عايز اخدك شويه لمنتخب مصر والنهارده كناريا كانت مفاجاه كبيره جدا في قائمه منتخبنا. ما خدتوش كناريا ليه يا كابتن طارق؟ ما خدتوش كناريا ليه يا كابتن طارق زي ما كابتن طارق يحيى بيقول لك؟ والله احنا بص احنا يعني مش كناريا بقى، ده شريف واستبعاد واستبعاد قفشه وطارق حامد وزيزو. احنا لو كنا عملنا كل اللي بيحصل في الفتره الاخيره دي ما كناش يعني ما كناش قعدنا يوم في المنتخب. ولكن هو في الاول والاخر هي بتبقى وجهات نظر. انا وجهه نظري الشخصيه ان حتى الاربعه اللي استبعدوا دول كانوا افضل حاله، يعني شريف وقفشه كانوا افضل حاله مع المنتخب وحتى من استبعادهم. ونفس الشيء زيزو وطارق حامد. يمكن طارق حامد افضل لعيب في المباراه في مباراة الأهلي والزمالك. فالاختيارات تقريبا الماتش ده كانت قبل المباراة مش بعد المباراة بصراحة. يعني لو تفكر ان انت تختار بعد المباراة ما اعتقدش طارق حامد، خاصة كمان ده عمل مجهود كبير جدا بخروج امام عاشور والملعب كان نص الملعب لوحده مع النادي الأهلي كانت صعبة جدا. فأنا شايف الموضوع صراحة ملوش دعوة بالإمكانيات في الوقت الحالي. ما ليه دعوة بإيه؟ لا هي سياسة مدرب هو قناعات يا طارق. ها؟ هي قناعات مدرب. قناعات مدرب هو فكره وجهة نظره إن هو طريقة لعبه هو ما بيلعبش بعشرة، هو بيلعب بثلاثة في نص الملعب، بيلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة. صح. بدليل إن هو بيوظف عبد الله السعيد هاف شمال والسولية والنني. فوجهة نظره الشخصية إن هو مش محتاج ديت. ولكن حتى التوظيف في المباراتين الاخر بصراحه التوظيف بالنسبه لي كان صعب، توظيف محمد شريف وبعديها توظيف اصلا كمان احمد ياسر ريان في الشمال لصالح حربه، اصلا بيمتازوا جوه ال 18 بتحركاتهم باهدافهم بحاجات كثيره جدا. لما تبعدهم عن المنطقه ديت اعتقد ان وجهه نظر انا كطارق مصطفى، معرفش كطارق يحيى يتفق معايا ولا لا، ولكن اشوف ان مش هتبقى لذيذه يعني. طيب كابتن طارق فكره انه بياخد لاعبين دلوقتي جدد مش ما كانوش في الصوره ما كانوش متوقعين زي احمد ياسين وكناريا، كنت لسه بتكلم مع كابتن طارق يحيى، فكره ان انت يبقى لعيب موجود في الدوري المصري وعنده امل طول الوقت انه يبقى موجود مع منتخب مصر حتى لو بشكل مفاجئ زي اللي حصل النهارده، رايك ايه؟ بص هي طبعا هو اكيد عينه عليه، ولكن اللي انا عايز اقوله لك القرارات ساعات بتبقى مفاجاه للشارع المصري. يعني موضوع ان انت تاخد كناريا ده مفاجاه، مفيش واحد في المليون ولا حتى من الجهاز اللي معايا يتوقع ان هو ياخد كناريا. طيب انا هاخد كناريا انا هديله في المباراه اللي جايه ولا ان انا واخده عشان البطوله العربيه؟ فهو زي ما بيقول لك كابتن طارق كده، هو قناعات مدرب، في مدرب بيعمل لقدام المستقبل، في مدرب تاني هو وجهه نظره او اقتناعه بلعيبه معينه. ولكن انا كانت مفاجاه بالنسبه لي كمان وجود كناريا يعني. صحيح.
كابتن الكبير كابتن طارق مصطفى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق. انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. قال لك نفس الكلام تقريبا اللي انت مورينيو. مورينيو ليه مورينيو؟ طارق طبعا كنت عايز اكلمه بس هو قفل. طارق من المدربين الشطار قوي. صح. وبعدين كنت احنا اشتغلنا اكتر من 7-8 سنين مع بعض هنا وفي السعوديه. طارق تسيب له الفرقه وتنام. يعني عندي الامانه دي مهمه جدا يا كريم. التدريب كلنا واحد. كله بيفهم وكله بيروح ويجي. فطارق كان اهم صفه عنده الامانه. لو انا سبت له التمرين في يوم من الايام ببقى مطمن ان الفرقه هتاخد حقها واللعيبه دخلت وهيتمرن تمرين كويس وهيبقى في التزام وفي كل حاجه. فدي اهم ميزه في المساعد. اهم ميزه في الراجل اللي تختاره. فطارق انا لما اخترته اخترت قبل كده مؤمن سليمان على فكره، اخترت مؤمن معتمد جمال، كلهم اللي اشتغلوا معايا الحمد لله دلوقتي ماسكوا منتخبات الا انا. طب ايه اغير؟ والله بس فطارق من المدربين الشطار قوي ودؤوب جدا، اتفرج على كل الماتشات. كل الماتشات بيتعلم كويس قوي. في مره طارق كان دايما معايا في الماتشات بخناق صحي. اللي هو ايه؟ كابتن يقدر كذا كذا. ماشي يا طارق ماشي. لما بلاقي طبعا رايه متوافق مع اللي معايا وغالبا بيبقى متوافق معايا فبمشيه على طول. في مره كنا هنلعب النادي الاهلي. حلو. عايز اقول له الموضوع ده. فطارق كثير النقاش معايا على طول. ودي حاجه صغيره صحيه بحبها في المساعد يعني. طبعا. في مدرب العام. ففي مره ايه؟ كل شويه يجي يتكلم معاك يتكلم معاك. وبعدين ايه؟ النادي الاهلي وقف واحنا وقفنا والبدايه المباراه. فهو كان واقف على الخط. فجالي قلت له في ايه؟ ده لسه ما لعبوش. هتقول ايه تاني؟ هتقول ايه؟ لسه ده بس ايه. فطارق كان لذيذ و مدرب محترم. مدرب من المدربين المحترمين جدا وطموح. وخلي بالك طارق من المدربين اللي هيبقى لهم شان ان شاء الله في مصر باذن الله. اتوقع يعني. حبيت اقول الكلام ده بس هو سمع وهو معانا بس اكيد هو سامع طبعا هو سمع. وعارف معزته عندي وقدره عندي يعني. شخص جميل ومحترم جدا طبعا. لسه مكملين مع النجم الكبير كابتن طارق يحيى بعد هذا الفاصل. نواصل ان شاء الله. نتائج اتلعبت يوم الاثنين في تصفيات كاس العالم، تصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم كانت كالتالي: كينيا ورواندا 2-1، ناميبيا خسرت قدام توجو 0-1، النيجر كسبت جيبوتي 7-2، غينيا بيساو تعادلت سلبيا مع السودان 0-0. نتائج ما كانتش حاسمه في اي حاجه في المنتخبات الصاعده. الفرقه دي كلها ما صعدتش. مش كله بره. فاقدين الامل. هنلعب مع مين في التصفيات النهائيه بالمناسبه؟ مش عارف. احساسي ان احنا نقع في الجزائر. الجزائر على طول حظنا مع الجزائر في الماتشات دي. اعتقد يعني. بس اتمنى ان احنا طبعا بغض النظر يعني مصر تقدر تلعب مع اي فريق وكل حاجه. بس لو تونس فجأة لو الجزائر خسرت النهارده بره الكاس العالم ده في كمان اعتقد الجزائر ممكن تبقى في مجموعه فيها موزمبيق نيجيريا ممكن تقع يعني. الجزائر ونيجيريا ممكن يقع. ايوه في فرقه بس طبعا بصعوبه يعني. في فرقتين تونس في فرقتين 10 و10 تقريبا الاثنين وهيلعبوا بعض اعتقد. تونس عندها مشكله لا ده اللي كان دي كان جنوب افريقيا وغانا. لعبوا النهارده غانا غانا كسبت اول امبارح كسبت غانا كسبت وعادت في احتجاج من جنوب افريقيا من جنوب افريقيا بالظبط. وموسيماني اعترض وعلى تويتر وعادي برضه يهاجم التحكيم برضه. نفس عشان كده الفار في الماتش النهائي ده لازم. طيب تعال نشوف مباريات يوم الثلاث اللي هي اليوم ان شاء الله. مصر والجابون طبعا في الثالثه عصرا. نشوف باقي المباريات. مصر هتلاعب الجابون زي ما قلت لكم الساعه 3، وليبيا هتواجه انجولا، موزمبيق هتواجه ملاوي، والجزائر هتواجه بوركينا فاسو، نيجيريا والراس الاخضر، وليبيريا وافريقيا الوسطى، الكاميرون وكوت ديفوار. برضه صعبه الكاميرون كوت ديفوار دي قوي. المغرب وغينيا، تونس وزامبيا، موريتانيا وغينيا الاستوائيه. طيب انا عايز قبل ما اختم معاك اتكلم معاك حبه كده. اتفضل. الشغل بتاع الاعلام احلى ولا الشغل بتاع التدريب احلى؟ ده له طابع ومذاق خاص وده له طابع ومذاق خاص. هي شغلتي التدريب. فاهم. تستمتع بايه بقى؟ هي طبعا الاعلام بيبقى اريح.
كنت لسه اقول لك ايه اللي متعب اكتر. لا المتعب طبعا التدريب آه. منهك آه. ويعني مش عايز اقول لك انا عندي الصفائح الدمويه بقت 200 المفروض 400. يا الف سلام. اه والله يعني انا لما كنت بعمل تحاليل مره لقيت الصفائح الدمويه عندي 200 وشويه. ده تدريب ولا اعلام؟ تدريب. اعلام يا عم انت قاعد زي الفل البدله وتمام. بس برضه انت بتاخد برضه انتقادات و لا لما كنت بقدم زملكاوي كان في انتقادات لكن دلوقتي خلاص انا بقدم كنت بتجيب الانتقادات لنفسك يا كابتن طارق؟ والله ابدا انا سمعتك كده في حوار قلت انا برمي الجمله وبرمي الكلمه. لا لا خالص لا خالص. بص يا حبيبي القصه بتيجي والله بالصدفه بالصدفه وساعات كتيرة جدا بتبقى غصب عنك لان انت بتبقى سامع حاجات في نمل في ودنك زي انت الاربيس وبعدين الضيف بيتكلم فانت سامعه انت فاقد اتصال بيه. فاهم؟ انا فاهم يعني ممكن مثلا انت وانت بتكلمني دلوقتي حد بيكلمني في الاربيس ما اسمعكش كويس. بالظبط وما تركزش معايا. فانت ممكن تقول لي حق تقول لي كلام انت مش بتفهم. فاقول لك الله ينور عليك يا كابتن طارق مثلا حاجة كده اللي هو ما فيش بقى في بقى على طول. بالظبط فانت يعني بتبقى القصة بالنسبة لك بتبقى فاصل عن الضيف في بعض الاحيان او في جزء من الثانيه هو قال معلومه مهمه انت يقول لك انت ما سالتش ليه. طب ما هو كان في كلام ساعات ساعات بقى انت مثلا ايه بتيجي تقول حاجه تقفش على الهوا يعني فاهم قصدي تقفش ايه يعني تقفش في الكلام اللي هو ما بيطلعش او ما بيروحش صح. لا ممكن دي حاجه الحاجه الثانيه ممكن تروح قايل حاجه انت مش قصدك تقولها خالص. حصلت امتى دي؟ حصلت مع الكابتن عمر النور. كنت كان بيقول احنا قاعدين بس الحاجة العائلية وبتاع والبطاقة وايه وانت عايش فين وبتاع. قال لك كلنا قاعدين كنا في بيت واحد كلنا اخوالي ومش عارف. فجيت بقول له هي مامتك قريبة والدك؟ قلت له مامتك قريبتك قصدي قريبة والدك. فهم راح قاطعين مامتك قريبة والدك دي وبعدين رموها في صفيحة الزبالة وجابوا مامتك قريبتك دي. فكل الناس بقى كده. وبعدين طبعا ايه احنا كنا عاملين حالة كويسة قوي في بداية البرنامج دي في بداية دي دي لما فكان بقى انت عارف بقى الشغل الفلفل والشطه شويه يروح حاطين لك بقى حاجه كده ويروحوا عاملين لك منزل لك النضاره والسيجاره حاجات ايوه طبعا الهايله دي. الحاجات دي كانت بتضحك يعني بتضحكك ولا بتضايقك؟ لا والله كنت بضحك عليها يعني عادي بس يعني في حاجات غصب عني فعلا في حاجات فعلا كنت بقفش فيها يعني مثلا زي السؤال ده مره عواد بيقول لي ايه بيقول لي بقول له انت عندك اولاد؟ قال لي قلت له اسمه ايه؟ فكلموني في الاربيس كان بيكلموني في حاجه يعني عايز يطلع فاصل حاجه كده فقال لي مراد انا سمعتها بالت قلت له مراد ايه واد ولا بنت ده؟ وهو قال مراد فالناس كلها راحت مشاره فهي جت في حاجات كده هايفه فهي عمل علمت مع الناس بس هي كانت لطيفه بصراحه لذيذه يعني بس طبعا انا مش يعني مش قصدها خالص مش متعمد خالص يعني. خالص. طب انت مره وانت يعني طالع في الاعلام كلنا بيحصل لنا بعد ما خرجت من الهواء قلت لا ما كنتش المفروض اعمل كده لا دي تقيله شويه لا انا دوست شويه في فلان لا انا ما كنت المفروض ادوس في فلان يعني امتى كنت بتحس ان في حلقه بتبقى انت خارج انت حاسس انا لا انا عامل تمام طبعا في حاله تانية حاسس انه لا ما كنتش المفروض اعمل الحركه دي ساعات في الانترو في الانترو لما كنت بتكلم في الانترو كان الانترو من 12 دقيقه 14 دقيقه ربع ساعه بالكتير كنت ببقى محضر كويس قوي الانترو وبعدين بروح بلاقي حدث جديد وانا داخل على الهواء فما يعني يقول لك لا ده بيتكلم في موضوع الموضوع ده اتكلم طب ماشي اوكي يا جماعه بس يعني ايه اديني فكره عن الموضوع فبديني فكره بطلع اتكلم برضو ما بقاش متمكن مع اللي انا محضره قبليها بيوم مش مالك الموضوع كله بالظبط مش مالك طب. الموضوع كله صح. فبتكلم لان ده مثلا الزمالك النهارده اعترض على التحكيم مثلا الزمالك النهارده مثلا طلع بيان فانت مطالب انك تناقش هذا البيان بالظبط زي مره هاجمت بيان من البيانات اللي عملتها اللجنه فطبعا البيان كان قبلها ماتش كان افريقيا قبلها ب 48 ساعه او 24 ساعه وعاملني اتكلم في ان احنا مش لاقيين ناكل ومفيش فلوس و و و و و و فطبعا رحت هاجم البيان وانا شغال في نادي الزمالك فتحولت للتحقيق دي عملت لي ترند ابن لذينه يعني خلى بقول لك انا يعني مش عايز اقول لك مثلا كل الناس اللي كانت بتهاجمك في برنامج زملكاوي بقوا في صفك ليه؟ لان انت بتقول حاجه صح فانا كنت طالع بقى ايه مش هقول لك يعني مثلا ماسك كده السحاب بايدي في الحلقه دي ليه؟ لان انا اتكلمت من قلبي صح انا خوفي على النادي وخوفي على الزمالك هو اللي خلاني اتكلمت صحيح فلما اتكلمت طبعا ضايق الناس وحقهم لان هم طبعا يعني برضو يعني ما يعني يمكن يكون البيان كان قاسي شويه على الجماهير
فانا حسيت بنبض الجميل قبل ما اخش على الهواء. صحيح. انا ما درستش ده بس تألقت فيه بشده. لان هو ده بيتك. فانت بتدافع عن بيتك. صحيح. بتوصل معلومه للجمهور فالجمهور استقبلها. كنت ترند دلوقتي ساعتها بقى ده ترند حلو. صح. كابتن طارق حضرتك شرفتني ونورتني حبيبي يا كيوان. دايما مستمتع بوجودك معايا. ربنا يخليك يا حبيبي. سعيد بوجودي معاك يا حبيبي. مبروك مره ثانيه وبالتوفيق دايما. الله يبارك في حضرتك نورت الدنيا كلها. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بهذه الحلقه واشوفكم يا رب على الفيديو.